السلام عليكم مشاهدين جورنال أصوات. أنا مصعب تازي، ولد الدكتور تازي. و إلا كنتو بغيتو تعرفوا الدكتور تازي كيف داير يوميا مع العائلة ديالو، هو راجل طيب، راجل كيف تيقولوا أستاذ، تعلمنا بزاف، تقرينا بزاف، وتنتبعوا معاه المجهود كله اللي كيدير الوطن ديالو وجميع المغاربه. ونتمناو نكونوا حنا كيولادو غير غرام ولا شويه بحالو شي نهار. وهادشي اللي نقدر نقول لكم على الدكتور تازي في لافي بريفي ديالو مع عائلته. هو تياخذ واحد الوقت زوين باش تيكون تياخذ الوقت من عندنا تيدير شي حاجه اللي فيها شي مهمه، وبطبيعة الحال تيكون تيفرح شي انسان واحد اخر اللي غيكون مجروح ولا شي كارثه تكون وقعات، الله يحفظ. دونك ماشي تياخذ الوقت غير باش يضيعوا في حاجه اخرى. دونك تنفرحوا به وتنفتخروا به. في هذا الوباء العمل ديالو تزاد اكثر، الخدمه ديالو يوميا كانت بطبيعة الحال صعب، ولكن حنا واقفين معاه، حنا كيولادو وعائلته واقفين معاه، تنجربوا نسهلوا عليه الامور ونتعاونوا معاه في هاد الوباء اللي بطبيعة الحال صعيب بزاف واللي دايز عليه العالم كله، ماشي غير حنا المغاربة. بغيت غير نشكر المشاهدين ديال جورنال أصوات ونشكر جميع المغاربة، ونتمناو هاد الوباء يدوز بالخير، ونتمناو نرجعوا النهار ديالنا العادي كيف كانت شحال هادي. شكرا بزاف. دكتور تازي مع العائله ديالي، اول شيء مع نفسي انا، لان كنعتبر راسي نفسي كنتعامل مع الناس وكنتعامل مع راسي كان كنتعاملوا مع عائله وحده، وكاع الناس اللي كنتعامل معاهم كاننا عائله وحده، لان كل واحد عنده واحد المسؤوليه واحد المهام. المهام اللي كبرنا فيه وهو المهام اللي تتكلم به الزوجه ديالي، ولاني ماشي كتكلم به بطريقه عاطفيه لانها زوجه، ولكن بالنسبه للدراسه ديالها على الاقتصاد الايكونومي، وبالنسبه الدبلوم ديالها ديال الاستيتيك، معناها ان عندها واحد العلاقه دراسه في المهنه اللي كتكلم بها. كيف ما كان الحال هي زوجة منيا هي اللي كتكلف بالجانب المالي باش كتكون حافظة عليه، باش انا نتكلف بالجانب الإداري والجانب العملي والمهني، كما انها كتكلف بالجانب المهني اللي كيخصها هي في المهنة ديالها كتجميل بدون جراحة، كمركز للتجميل. وعندها علاقة مع عدد كبير من الزبناء. اما بجانب الاطفال، انا عندي غير الاولاد وكلهم اختيار ديالهم انهم يكونوا في الجانب الطبي. هو الكبير اللي حمزه هو داخلي الان في مستشفى الشيخ خليفه، ونجح بتفوق في المسار ديالو بدون استثناء من الاول، مع العلم انه هو الدراسه ديالو كلها في مدرسه امريكيه وقرا في امريكا في ميامي. الان هو واخذ الاتجاه ديال الطب وديال الاختصاص، ممكن يكون نفس الاختصاص اللي كان نجريها انا، معنا ديال الجميع. الطفل الثاني ما هو مصعب. مصعب هو اخذ الجانب ديال البحوث في الالكترونيك والانفورماتيك والحساب، وتفوق فيه لانه هو انجز واحد التطبيق اللي يسمى حياه سونتي. وهو كان عنده ملي كان صغير كان عنده تطبيقات، ولو كان عنده 12 13 عام كانت عنده واحد الميوله للبحث في الكمبيوتر، ودار دراسة في أمريكا لعدة سنوات ودراسة في فرنسا لعدة سنوات، والآن انخرط معنا واخا باقي هو في الدراسة، انخرط معنا في داخل المصحة، لأنها هي شركة عائلية لكل واحد عنده نصيب فيها، وعنده كيقدم نصائح
الأطفال الآخرين تالت وريحان هو في السنة الثالثة من الطب، وكان دوز امتحانات للالتحاق بإحدى التخصصات، نجح فيهم ثلاثة، لا ديال الأسنان ولا الصيدلة ولا ديال الطب، وقرر كما بغى هو أنه يدير الطب وأنه في السنة الثالثة. وصغير ماذا ما عرفنا الاتجاه ديالو ومثل في الدراسة. المبدأ هو أن هذه شركة عائلية اللي فيها تدخل في الجانب كشركة، أما في جانب مؤسسة طبية لا علاقة لهم بها، لأنه مازال في التدريس ومازال ما كملوا الدراسات ديالهم، إلا باستثناء أن مصعب داخل في تسيير المصحات وهذه الدراسة اللي دار وتسيير المستشفيات سي لا جيستيون اوسبيتاليير اللي عنده فيها هذا الاختصاص ولا فيها الدراسة، وزوجة اللي متكلفة بالجانب المالي والاقتصادي ديال المؤسسة. العمل ديالي هو رجحنا وصلنا لواحد الدرجة أنه وقع واحد الاندماج ما بين التقارب العائلي والعمل. احنا حتى في كنكونوا في العائلة كيكون العمل وكتكون العائلة وكيكون ما عندناش، وصلنا واحد الدرجة أن الكلام عن العمل والكلام عن العائلة وهذا أرجع كيكون في نفس النطاق، يمكن نفس الحوار يكون أمور عائلية محضة، وفي نفس الوقت يمكننا نهضروا على أمور عملية والعمل وكيكون استشارة. أنا ولا الطفل اللي عنده 13 سنة هو كان نسمع ليه، كيسمع النصائح ديالو ونسمع الآراء ديالو والنصائح ديالو، كان حق التعبير لكل واحد وكل واحد عنده حق باش يعطي النصائح، وكل واحد كنسمع النصائح ديالو وكنأخذها بعين الاعتبار كما كياخذوا النصائح ديالي كأب ديالهم واللي عندي خلفة 33 سنة. أنا بالنسبة لي الوباء لا أقول أنه انتهى، ولكن قدر نقول أنه دخل إلى منازلنا وداخلها داخل إلى مجتمعنا ودخل إلى حياتنا، وخصنا نتعاملوا معه بدون ما نتعاملوا معه بواحد الخوف، واحد الإرهاب، واحد الهروب، واحد الضغط نفساني، واحد لا نستهزئ به ولكن لا نتركه أنه يهزمنا. والآن ما دام أن كاين تخوف منه والهروب منه، ما حد كيبان بلي انه هو اللي رابح. الوقت فاش غادي نتعاملوا معاه كانه فيروس كالفيروسات ونتعاملوا معاه بطريقه جديه، ابسطهم وهذه اللي معروفه عندنا كمسلمين هي الغسل الايدي، واحد شيء من التباعد والكمامات لما كيكونوا الناس، والمشكل ديال كوفيد انتهى. وانا لا اقبل ان كوفيد يعطي لي انحطاط ديال البشرية ولا تحطيم ديال الاقتصاد أو دفع الناس إلى التشرد وإلى المجاعة، هذه لا أقبلها بتاتا بتاتا بتاتا. لا يمكن أن يكون هذا الكوفيد سبب تشريد عائلات، تشريد مجتمعات أو تشريد الناس لأنه فيروس. إلا جينا نشوفه على المستوى العالمي كله كان 7 مليار، يمكن كان الآن نقدر نقولوا يمكن 20 مليون واحد يبقيو بالفيروس او اكثر او اقل، لا يعني انه غادي يدمر 7 مليار ديال الناس. ولا حسبنا الوفيات اللي كاينين بالنسبه في العالم هي ماشي نسبه اكثر من نسبه ديال الوفيات العام اللي داز. باش نعرفوا شنو هو التاثير ديال هاد كوفيد، الا حسبنا العدد الوفيات مثلا في المغرب بالنسبة للعام اللي داز وهذا العام، ونشوفوا شعاد زادت عندنا ديال الكمية. أنا كنعتقد لا تفوق على 5 أو 6% على الوفيات. ناخذوا مثلا العام اللي داز إلى ماتوا 1000 ديال الناس، يمكن بكوفيد ماتوا 10 20 30 بالنسبة للناس، نفس النسبة ديال الوفيات. وعليه فكوفيد الآن يخصنا نتعاملوا معاه، نرحبوا به ما نهربوش منه ونتعاشروا معاه حتى يمشي بوحده، لان ما كاين حتى شي فيروس في التاريخ اللي عاش مع البشريه الى الابد. وبعض الميكروبات اللي عايشين في الاجساد ديالنا الان
وصلنا درجة اللي درنا عليهم المناعة، لأن بلا بهم يمكنناش نعيش. احنا كنا عدد كبير ديال الميكروبات اللي عندنا في الجسم ديالنا، ماشي كلهم كنحاولوا نقتلوهم. وصلنا درنا واحد المناعة حتى وصلت واحد الدرجة بدون دوك الميكروبات ما يمكنناش نعيش. معناه أن كوفيد خصنا نبدلو الموقف، أننا نعرفوه بلي كاين، إلا جا العطلاو هذا ناخذوا الاحتياط. ولكن أنا أقول، وهذا الشيء الله بدأ به مع العلم أنني قلت هذه المدة أشهر، أنا فهمت بلي أنا بدأت إحصائيات المناعة في منطقة ديال فاس، وأنا كنت كنطالب بهذا الشيء هذا أكثر من 3 أشهر. لما غادي نعرفوا الكمية ديال المناعة ديال البلاد، غادي نعرفوا كيفاش غادي نحاصروا هذا الفيروس. نصيحة المواطنين، كفى من الخوف، كفى من الهروب، كفى من الشعور بالإرهاب، كفى من الشعور بالإرهاق، ولابد من الرجوع إلى الاقتصاد وإلى العمل وإلى وإلى وإلى، لأن العواقب كوفيد طال الزمن أو قصر غادي يمشي، وكل ما غلقناه اليوم طال الزمن أو أخر غادي نفتحوه. اللهم وصلنا لدابا المعرفة ديال هذا الفيروس، كي خصنا نواجهوه وليس الهروب منه. ما حدنا كنهربوا وتابعنا، لما غادي نقلبوا ونجيوها فاس ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. الحروب كلها كتتوضح لما كيهرب العدو، كيتبع واحد فئه ما حدها كتهرب، وما هو داك المنطقه ديالو كيزيد يكبرها، كيبقى مهرب واحد كيزيد يكبرها كيكبرها كيكبرها، غادي يكبر حتى غادي ياخذ العالم كله. وانا ما متفقش بتاتا، هذا حقي في التعبير، بهذه المواقف الهروب الى الامام على الكورونا. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.